يطل علينا اليوم ذكرى الفاتح من شهر نوفمبر. هذه الثورة المباركة التي وضعت حدا لاستعمار المقيت. اللهم اجعل قبورهم روضات من رياض الجنة، وافسع في قبرهم مد بصرهم يا رب العالمين، وبارك اللهم في بقية المجاهدين، وارزقهم الصحة والعافية وطول العمر يا رب العالمين. نقول لهم جميع اللي يتمناها ربي يعطيه عشرة، وجميع اللي نقولوا يبغيها إن شاء الله يسيبها في الدار واجدة، واللي عنده ذراري الله يشد ذراري، والطيب انتمون.